انت مسكت الكيبورد عشان انك نوم. انت اللي كسرت، انت اللي كسرت امه. شوف ايش سويت، حتى الكيبورد انكسر. انت اللي كسرت، مش انا، انا مين دخل؟ هذا هو نجي القاق اللي راح نسوي فيه المقلب. بس قبل كل هذا خليني اوريكم كيف بدا الموضوع. انت ليش تكتب على التعليقات جماعه؟ بالاخر اختصر عليكم الموضوع، حمود بده يتجوز. لعنة الله عليك. إذا في واحدة مهتمة. لعنة الله عليك. لعنة الله عليك. استنى شوي. لا لا خليك كمل. المشكلة بفتي من عنده يا إخوان، هذا البني آدم بفتي. إيش سويتي؟ استنى استنى. إيش؟ مين قال لك؟ شكيت لك؟ عيطت لك؟ حكيت لك تتجوز؟ اعمل راسك هيك لحظه. انت والله يا عسل اللي بتابعه هان كله على تي في. سوي اللي بدك اياه، طفي، اعمل اللي بدك اياه. ما تنرفزنيش، ما تنرفزنيش. بالله انا خليك، بالله خليك. والله هذا عمان بجيب العيد. انا ايش ايش يعني كده تجوز؟ يعني فهمني كده تجوز، خلني افهم كده تجوز. انا مش فاهم كيف تتجوز، فهمني كده تجوز. كل هذا صار في بث مباشر بقناه بومبستيك لما كنا داخلين اومي تي في ونفوز الناس بجوائز. التحدي كالتالي: بتحط لي التلفون مع صاحبك وخليه يصور لبرا، بتركض لي 50 متر ركض وبترجع 50 متر. يلا يلا معك 30 ثانيه، يطلع على الجسر على السايد الثاني، تصور لي على السايد. خليك محلك. صور لي السايد الثاني، خليك محلك انت. ايوه روح 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 روح. مش انت، مش انت تروح، مش انت تروح. صاحبك يروح، صاحبك يروح، مش انت. انت انزل، انت انت ارجع، انزل انزل، بدي اشوفه على السايد الثاني صاحبك. ولك انزل. وين وين وينه؟ ايوه خليك صور صور. ايوه ايوه ولك روح روح. راح الوقت، خلص خلص الوقت. روح معلش روح بس. يلا يلا اسمع، شجعه شجعه، قول له يلا بسرعه اطير. احلام العصر. في لعبه ثانيه بتاع سمارتان. هيو هيو هيو، ولا وصل والله وصل. يلا بسرعه. خديش معه ضايل وقت، ضلش. باقي 10 ثواني، باقي 10 ثواني، 10 ثواني. يلا نرجع فيه. وصل قاعد هو، وين راح؟ وين هناك؟ لا شو بسوي عند الشرطه ولا الشرطه؟ جيبه. خلص 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 ماشي. تعال تعال ايش الرب؟ رب السماعه اللي انت جبت العيد فيها. شباب الف مبروك. جننت. هذه قطايف. بنجرب قطايف. لا تنسوا تحطوا لايك والاشتراك عشان نوصل 100,000 مشترك، ولكم الاخر المقطع عشان تشوف المقلب السوناب بناجي القاق. بس والله حالية. والله ممتازة. جود. حلوة. يلا. اللي يبغى قطايف يروح عند حسام. نحط رقمك بالشاشة. ممتازة. نادي ايش رايك انت؟ ممتاز. قاعدين نسوي بث زي ما تعرفوا بومبوستيك. طيب خلينا نقول لكم شيء انتم ما تعرفوه. طيب السلام عليكم، باقي 10 دقائق على عيد ميلادي. نعم. يا سلام. شوف 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 شوف، مبروك. الله الله الله، هذا الكلام. شكرا يا شباب وانتم بخير. شكرا شكرا. احسن شاك هو السبب اللي خلاني امقلب نادي القاق. شوف ايش سووا فيني بمناسبة عيد ميلادي. انا كمل كمل كمل. بسم الله ايش في حبيبي يرزيد. يا حبيبي يا حبيبي. شي شي هابي بير. ايش هذا؟ لا 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 هابي بير. هيك مكانك مكانك مكانك. ايوه هابي بير. يا سلام. لا لا خلص كازم خلص خلص. يلا شكلك يلا. عشان 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 شو اسمه خذ هاي فرجيوه على الكاميرا كيف؟ شباب السلام، عيد ميلاد اليوم، عيد ميلاد اليوم، عيد ميلاد كرحي انا. حطيتك وزي شعر، وزي شعر، وزي شعر. لا شكلك. شباب اي عيد ميلادي. شباب صارت الساعة 12، بنحب كل الكل يكتب له، الكل يكتب له هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل. اسمع اسمع. كيبورد كيبورد مع الها. لا 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 انا مش شايف. والله مش قادر افتح عيني. مش شايف. لا مش شايف. اسمع اسمع اعطيني عين. عين بتحرقني. بس انت عين بتحرقني. ايوه ايوه والله عين بتحرقني. عينك تحرق. والله والله تحرقني. اعطيه فاين.
راح اجيب له فرن. مش شايف. بس ثواني ثواني. لا! اوه لا شكله! زيني مجننت عرضي. اوه راسي! عيني كلها! خلص. يحجي! يمكن سبينا جي أيوة عيد ميلاد اليوم يا شباب عيني عيني بتحرقني وين منديل شباب قولوا له كل عام وانت بخير بس انا قادر افتح عيني قولوا له كل عام وانت بخير يا شباب اكتبوا له على الاي طلع طلع الكومنت طلع الكومنت واكشف الكومنت انا مش شايف عيني افتح عيني جد تحكي والله مش قادر طب 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 قول له قول له شكرا للشباب شكرا شباب كل عام شكرا شكرا شباب كل عام مش قادر افتح عيني والله العظيم اللي نمسك وين اسمع قوموا عن الست لمس اوه شباب ما في كل عام وانت بخير ريان وال ايش هذا ايش صار شباب بدنا كل عام وانت بخير ريان بدنا ريان عيد بسيط وركبوت انت عيد ميلادك مش عيد ميلادك وال يلا قوم غسل قوم هي كل بقول لك كل عام وانت بخير انا مش شايف ايش هذا الجوال حبينا نحتفل معكم لانه صلوا من امبارح وقال لي لضروري نعمل عيد ميلاد حلو شو شكلي كيف ضروري والحين جاء الوقت اللي راح اخذ فيه حقي من الشباب عشان هم مقلبوني فبسم الله نبدا السلام عليكم يوتيوب راح نسوي مقلب في ناجي انا وحسن الجمله والله مقلب اقسم بالله سفاح راح يكون صرنا الكيبورد يا الله يا حسن قاعد بيلعب فول جايز حتفوز يلا شوف 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 والله ضل الشيء 90 80 شو 80 90 اسمشوا عليها يا حسن باقي اربعه لا يا زلمه 10 ثواني لا حرام والله حرام والله حرام ايه ولك والله طلقت ايش ثاني بس بس جي 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 اسمع الحين حنجهز المقلب يلا حنحط الكاميرا ايش اسوي اسمع بس حط الكاميرا طيب اللي ما فهم فكرة المقلب خليني اشرح لكم اياه بالتفصيل اول شيء كنا قاعدين نبث في قناة بومبستك ونادي القاق كان برا البيت والحين هو جاي في الطريق فلما جاء الطريق سوينا نفسنا كسرين الشاشة كسرنا الكيبورد وحطينا شاشة مكسورة فخلينا نجي يدخل ونشوف ردة فعله الله يا حسن اسمع طبشت الكيبورد اسمع حسن طبشت الكيبورد في الشاشة ايوه هيو هذا مكسور مين خذ اسمع خليه خليه ايوه قسما بالله اسمع انت اللي كسرت يعني انا مش فاهم ليش ماسك الكيبورد انت اللي تفلسفت انت مسكت الكيبورد عشان لك نوم انت اللي تفلسفت انت اللي كسرت امه شو سويت حتى الكيبورد انكسر انت اللي كسرته مش انا مين اللي دخل شو سوى كسر ام الشاشه وحد الله شوف شو سوى هو اللي ضرب الكيبورد كسر امها امشي خسر جيم كسر امه شو كسر ام الكيبورد حرام 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 قبل شوية مكسوره ما عاد التاسك بار تحت صح الله يلعن حسن يا مطلع هذا انت طلعت انا الكبسات انت تاخذ خذ لك خير يلا تشيكانو يلا تشيكانو خير المقلب واو واو كيف انت ما صدقت لا ما صدقت اوكي جي جي خلينا نروح ناكل تشيكانو